أنا للأمانة معجب بالصناعة الإيطالية. اليوم نقدم لكم هذه التحفة الإيطالية فيات 500 سي. أبرز مواصفات السيارة: محركها 4 سلندر 1400 سي سي. أبرز مواصفات السيارة من الأمام: عندنا ليد نهاري بالإضافة إلى أنوار هيلوجين وكشافات ضباب. الجنوب تجي بشكل جدا جميل، مقاسها 16 إنش، إشارات على الرفرف. طبعا السيارة السقف العلوي يفتح بالكامل. الدخول للسيارة يكون عن طريق الريموت أو المفتاح. ومعدل استهلاك سيارة الوقود 18.6 كيلو بتقييم ممتاز بلس. وهذا هو شكل السيارة من الخلف. عندك عدد 3 حساسات خلفية، وهذه هي المساحة التخزينية للسيارة في الخلف. وبالنسبة لأبرز مواصفات السيارة من الداخل: درون جلد على الأبواب، المقاعد تجي تحكم يدوي، جلد بلونين أبيض وأسود. عندنا أزرار للتحكم بمستوى الصوت بالإضافة إلى الأوامر الصوتية، أزرار للتحكم بأداة الرحلات. نسيت أذكر لكم أن في جير F1 خلف المقود. هذا هو شكل السيارة من الداخل. عندنا أداة الرحلات بالإضافة إلى شاشة. عندك وضعيات السبورت هنا، زر الفليشر، زر الكشافات الضباب، لوحة التكييف، زرار لفتح النوافذ الجانبية، بالإضافة إلى هذا هو شكل الجير.